أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. استقبل النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد محمد عبد الجبار الكوهجي سعادة السيد دانغ سوان زونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية المعتمد لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض. وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بما يحقق الأهداف المشتركة والتطلعات الوطنية لكلا البلدين. وأكد الكوهجي متانة العلاقات الاقتصادية البحرينية الفيتنامية وأهمية تعزيزها وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين، لافتا إلى حرص الغرفة الدائم للتعاون في كل ما من شأنه النهوض بالعلاقات الاستثمارية المشتركة. كما أشار إلى نمو حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية فيتنام الاشتراكية بنسبة 14.29% خلال عام 2022. شاركت كلية فاتيل للضيافة في البحرين بمعرض التعليم الدولي في إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحرصت الكلية بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات التعليمية الدولية لما لها من دور بارز في تعريف الطلبة بالكلية وبرامجها الأكاديمية وخبرتها في تدريس برامج الضيافة والسياحة والفندقة ودعم السياحة التعليمية. وأعرب المدير العام لكلية فاتيل للضيافة الشيخ خالد بن خليفة الخليفة عن سعادته بمشاركة الكلية في هذا المعرض التعليمي الدولي إلى جانب 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لكلية فاتيل للضيافة. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية، وبداية ما أهمية مشاركة كلية فاتيل في مثل هذه الفعاليات التعليمية الدولية؟ يا هلا بشخصي، مشكورين على الاستضافة الطيبة. مثل ما أنتم عارفين، كلية فاتيل للضيافة هي بادرة من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض لخدمة كفاءات متمكنة أن هي تخدم في هذا القطاع. نعم. يعني الكلية معنية مو بس في خدمة مملكة البحرين بل دول الخليج كذلك، كونها أن هي الفرع الوحيد لكلية فاتيل في منطقة الشرق الأوسط. نعم. وطبعا هي تتميز ببرنامج بكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية والماجستير في نفس المجال، وكتصنيف هي كلية الأولى في فرنسا و11 دوليا بحسب تصنيف كيو اس. فاحنا واجب علينا ان احنا يعني نشارك في مثل هذه المعارض في دول الخليج ودول المنطقة بشكل عام، على أساس يعني نقدم هذه الخدمة حق الأبناء. وكذلك المساهمة في هذه المعارض تدعم جهود الدولة أو المملكة حق تحقيق أهداف السياحة التعليمية. نعم الشيخ خالد، كيف يمكن رؤية دور التعليم المتخصص في مجالات الضيافة والسياحة والفندقة في تحسين مهارات العمالة ورفع مستوى الخدمة مما يسهم في جعل هذه القطاعات أكثر جاذبية للزوار؟ التعليم متخصص في هذا المجال دائما يتضمن جانبين، جانب نظري وجانب عملي، والغرض من هذه الدمج هو تنمية المهارات لدى الطالب بجانب المعرفة اللي يحتاجها في المجال. ففاتيل تتميز بشبكتها في سوق العمل داخل البحرين وخارجها لتوفير فرص تدريبية للطلبة في طبعا بيئات حقيقية واقعية مع يعني أكبر العلامات في هذا القطاع. نعم. وطبعا بهالطريقة الخريج يكسب مهارات ذو معايير دولية، وبهالطريقة تنعكس وقت ما هو يتوظف في هذه المنشآت السياحية. طبعا المنشآت السياحية قد تتضمن مطاعم، فنادق أو أي منشأة يعني أخرى، وهذه الكفاءات والمهارات هي تخلي تجربة الزبون متميزة. دائما اللي أثر
على جاذبية الزوار، هي التجربة اللي الزائر يمر فيها في المكان أو المنشأة السياحية. بالتأكيد الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لكلية فاتيل للضيافة، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. انطلقت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا كايرو اي سي تي 23 في دورته 27، ويشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبراني وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية. كما يشهد المعرض إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.